برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلوني نطمن حضراتكم على فريق نادي الأهلي النهاردة والتمرين، وبيتسو موسيماني اللي عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق التمرين النهاردة على ملعب التاتش، استعدادا طبعا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كاس مصر يوم 21 نوفمبر. المرحلة اللي جاية كلها تحديات، وأكيد موسيماني اتكلم مع اللعيبة في ده. خلونا ناخد مراسلنا فاروق صلاح طبعا من ملعب التاتش. برحب بيك يا فاروق، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا ساره، مساء الخير عليك يا احمد، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مش هزيد على الكلام اللي انت قلتيه يا ساره، بالفعل عندنا مرحله مهمه جدا فيها تحديات كتير، وده كان ابرز يعني المحاور بتاعت مستر بيتسو موسيماني النهارده بالفعل مع اللاعبين في المحاضره النظريه اللي اتكلم فيها مع اللاعبين على اهميه هذه المرحله، وان احنا مقبلين على بطولتين، عندنا بطوله كاس مصر ومواجهه فريق ابو قير للاسمده يوم 21 على استاد برج العرب بالاسكندريه، وايضا مواجهه الزمالك يوم 27 في استاد القاهره في الدور النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. من النقاط المهمه جدا برضو يا ساره ان مستر بيتسو موسيماني فرغ دماغ اللاعبين تماما للتركيز فقط في مباراه سماد ابو قير للاسمده في الدور الثمانيه، والتركيز كله بينصب على هذه المرحله، نركز في المباراه ثم عقب المباراه نبدا نحضر لمباراه الزمالك ونشوف تحضيرات مباراه الزمالك. النهارده كان كل كلامه مع اللاعبين عدم الاستهانه بالخصم، عدم النظر لموقعه وفريق ابو قير للاسمده احد انديه الدوري الثانية، لكن التركيز كله مصب، ولعبة النادي الأهلي بتاعي هذا الأمر. من الامور المهمه ايضا ان حاله التركيز اللي عند اللاعبين، وايضا الحماس اللي موجود يا ساره عند اللاعبين الناشئين. فاروق خليني اسالك على اسماء يمكن كانت غايبه بقى لها فتره عن النادي الاهلي، يعني عايزين نطمن بدايه طبعا الشحات ندفد محمود وحيد، كنا سمعنا انه جاله اصابه خفيفه كده، فعايزين نطمن منك على حاله اللعيبه. تمام يا احمد، يعني قبل ما نقول بقى حسين ومحمود وحيد والشحات والشيخ، خليني من خلالك برضو من خلال قناه النادي الاهلي نطمن الجماهير على حاله محمد هاني. محمد هاني عقب اصابته مع منتخب مصر في المباراه الاخيره، محمد هاني النهارده كان موجود في فحص طبي، اتعمل فحص طبي واتعمل جلسه في الجيم جلسه علاج طبيعي لمحمد هاني. بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، محمد هاني ان شاء الله موجود وهيشارك مع النادي الاهلي عقب مباراه كاس مصر. يعني الدكتور خالد محمود قال هياخد يومين او ثلاث ايام بالكثير قوي يعني جلسات علاج طبيعي، يعني اشتكى من جزع في الاربطه الركبه، لكن انا بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي محمد هاني جاهز بالظبط، اربطه الرباط الخارجي للركبه، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي محمد هاني ان شاء الله جاهز كريم ندفد يعني بصوره مؤكده للمباراه النهائيه. كنت بسالك على حاله كريم ندفد والتدريبات التاهيليه وصلت لحد فين؟ نتكلم على كريم ندفد. كريم ندفد يعني زي ما قلنا خلاص يعني ان شاء الله المرحله الاخيره من التاهيل لكريم ندفد، والدكتور خالد محمود والجهاز الطبي للنادي الاهلي عامل المرحله على جزئين شقين، يعني بيبدا كريم ندفد اليوم او مرحلته مع جلسات العلاج الطبيعي مع الدكتور طارق عبد العزيز، ثم بيختتم المرحله الاخيره بالجري حول الملعب. البرنامج التاهيلي الموضوع لكريم ندفد بيصير بصوره اكثر من رائعه، يعني الدكتور خالد محمود قال لنا ان في مدى استجابه يعني بسرعه سريعه من عضلات او كريم ندفد، عنده استجابه مهمه جدا، والدافع عند كريم ندفد والحماسه اللي عند كريم ندفد اعتقد كلها امور بتسهل ان شاء الله فتره عوده كريم ندفد. بطمن ايضا الجماهير على حسين الشحات. حسين الشحات النهارده شارك في التقسيمه الرئيسيه، وكان واحد من العناصر اللي مستر بيتسو موسيماني طبعا بيبني عليهم الشغل التكتيك والشغل الفني، سواء مع كهربا سواء مع وليد سليمان، ايضا مع مجموعه اللاعبين الاساسيين اللي سواء اللي هيستعين بيهم في مباراه كاس مصر او مباراه الزمالك. ايضا نطمن الجماهير على حاله محمود وحيد النهارده يا احمد، برضو يعني من ضمن اسئلتك محمود وحيد واحمد الشيخ، كل اللعيبه شاركت النهارده يعني الحمد لله، كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يعني ان شاء الله خير اللعيبه كلها. ايضا من النقاط المهمه جدا سعد سمير بيشارك في التقسيمه الرئيسيه لاول مره النهارده. سعد سمير النهارده شارك في التقسيمه الرئيسيه للنادي الاهلي وادى تقسيمه اكثر من رائعه. محمود وحيد احمد الشيخ ايضا شارك بعد كان اشتكى من كدمه، لكن النهارده بيشارك في التقسيمه الرئيسيه كل اللاعبين الحمد لله. كل التوفيق للجمله طبعا، بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من ملعب التتش، وطمنا على نجومنا وبالمناسبه